كان فترة كثير بالزنزانة، لحالي كانت فترة صعبة، لكن أنا حاولت يعني أخذها مجال قوة. أنا بضرع عن طعام، أنا كنت أفكر فقط أنه بردود الفعل على مشكلتك حالي ووضع عائلتي، لأنه خطفت من الشارع وهني ما بيعرفوا وين أنا موجود. بفترة السجن العادية كان وضع أريح معيشيا، لكن أصعب لأنه أنا وضعوني ضمن مجموعة مجرمين قتلة يعني، وبالتالي كنت بحالة تهديد دائم منهم، وكنت أتمنى يعني بفترات أن أكون موجود بالزنزانة الحالي كان أكون آمن، لأنه كان طول الوقت بالسجن أنا ما كنت شاعر بأمان، كان ممكن أي حدا يقتلني، وتعرضت مرتين لمحاولة قتل في السجن يعني. قدرت بذهني وكتبت كيف ممكن نبني سوريا بالمستقبل، الهيكلية القانونية، الدستور، القوانين الأساسية، شو المفروض يتغير، شو المفروض يتغير، شو المفروض يوضع جديد في القوانين. بالإضافة على الصعيد الشخصي كانت فرصة لي، وهي شغلة كانت إيجابية، إني مارست رياضة، كان أنا وقت 4 ساعات في اليوم كنت نطلع نلعب رياضة، فكانت ما ألعب رياضة سابقا، ما كان عندي وقت للرياضة، فقدر ألعب رياضة، وكانت فعلا إيجابية على صحتي، وقدرت آخر سنة يعني وقت الدخان، يعني وقفت الدخان لأنه كانت الرياضة كثير، بس إنه كانت في فترة بالنسبة لي أخذت منها شيء إيجابي مع كل سيئات طبعا يعني، والألم اللي صبرته للعائلة وصبرته للأصدقاء واللي حوالي، بالإضافة للخطر اللي إجى علي كان علي. قدرت استفيد من كثير نقاط ايجابيه يعني، اهم شيء ما يعتبر حاله ضحيه، خاصه بعد ما يطلع من السجن يعني يعتبر حاله ناجي. الفرق بين الضحيه والناجي انه الناجي هو انسان عنده قوه ونجا بصموده، الضحيه رح يضل يشعر حاله انه هو ضحيه ورح يضل يشعر حاله بالضعف. الناجي هو شخص كان عنده قوة لينجا وعنده قوة لينقذ الآخرين. أنا بسجن مع كل الوضع السيء اللي كنت فيه، كنت أشعر أني أقوى من السجانين يعني، أشعر السجان أنه هو داخل القضية وأنه هي القصة هي أقوى من السجان، وأنه ما لحاله يعني، أنا ما أعتقل لأني أنا فلان فلان، أنا أعتقل لأني حامل قضية بحمل مئات أو آلاف الناس، ولا أي إنسان يفروض يكون مؤمن بالقضية ومؤمن فيها، لأنه هو أعتقد أن هذه القضية هي الأفضل للبشرية، الأفضل للآخرين من يكون فيها، وبالتالي المسألة أنت وقت بتضحي قضية غير وقت بتكون أنت فايت على السجن أو عم تضحي بدون معنى، وأنت بتكون عم تضحي بقضية وداخل فهي المسألة لازم تضل لازمك دائما وعرفان انه انت رح تدفع ثمن هذا الموقع او هذا الموقف وهذه المشكله. هون هي قوتنا انه نحن ضحايا بارادتنا بقرارنا كنا بهالموقع، ونحن عارفين انه رح نكون نتعرض لهالعنف هذا ونتعرض لهالانتهاك، وبالتالي مع علمنا بهالموضوع احنا ما وقفنا ما تراجعنا وما نهزمنا، وإلا بأي لحظة كان ممكن نهزم، كان ممكن نخلص من هذا الانتهاك أو ممكن نخلص من هذا، وكان في عروض كثير بأي لحظة إنه بس تراجع وكل الأمور بترجع تطلع سراح ترجع أمورك، بس هي مسألة ما مسألة نحن وجودنا كان بالسجن جزء من المهمة اللي نادرين نفسنا لها، وبالتالي هذا الشعور بيعطي قوة للناس، وقت
بيخلص واحد من الوضع لازم يرجع يستردها القوة يعني ويرجع يملكها ويرجع يقول أنا لو حطيت مرة ثانية بالسجن. لكن هي أهم المسألة لأنه وجود السجن هو عم يضيف. أنا كثير كنت أقول لأصدقائي وقت يجي يزوروني إنه عم ينادوا بإطلاق صراحي إلا ما أنا القضية، القضية هي كل القضيات بسوريا، فما بس ركزوا علي، ركزوا على كل الناس المعطلين بسوريا، المشكلة تتعلق بمئات الناس المعطلين مو بس بشخصي. وبالتالي يكون معنا جزء من 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 عمل جماعي، يكون جزء من فكرة وأشخاص معنيين بالفكرة هي تشغل القوة، لازم نضل مستعدين.